تدريبات شاقة ومستمرة يخضع لها ضباط وجنود الجيش الوطني في لواء الاستقبال محور إب والمرابط في جبهة مريس بالضالع قبل التحاقهم بجبهات القتال. دورة تلو دورة ومشروع بعد مشروع تحرص قيادة اللواء من خلالها على إخضاع الجميع للتدريب ابتداء بالدورات التحويلية وانتهاء بالتدريب النوعي والتخصصي على مختلف الأسلحة وفق برامج وخطط مزمنة. فالكل هنا يخضع للدورات التأهيلية، فالضباط والأفراد والصف ضباط بالكامل يخضعون إلى دورات تأهيلية وتدريبية وتنشيطية. فنحن في تدريب اللواء نعمل على التدريب والتأهيل لنصنع من كل جندي قائد. جنود وضباط اللواء تجدهم متنقلين بين المحاضرات الدراسية النظرية وبين الميادين العملية التطبيقية والقتالية كخلية نحل دون كلل أو ملل، مستفيدين من التضاريس البيئية والتطبيقية للمنطقة. يتلقى الفرد في دورات التدريب شتى أنواع التدريب ليحقق ثلاثة أهداف التي رسمناها، وهي أن يتعامل الفرد مع السلاح بطريقة صحيحة، أن يتعامل الفرد مع طبيعة الأرض بطريقة صحيحة، أن يتعامل الفرد مع العدو بطريقة صحيحة. بالتعاون والعمل المشترك مع أبناء مريس والضالع استطاع لواء الاستقبال رفد الجبهات بالدماء الجديدة والمحترفة، وبتنسيق مع قادة الجيش والمقاومة في المنطقة يتواصل العمل بروح الفريق الواحد لدحر قوى الانقلاب والشر واستعادة الشرعية. برغم قلة الإمكانيات وتأخر الدعم الرسمي، إلا أن قيادة الجيش الوطني هنا في لواء الاستقبال يعملون على استغلال كافة الموارد والإمكانيات المتاحة في الإعداد لجيش وطني يأخذ على عاتقه استعادة الشرعية وحماية الوطن والمواطن. علي الأسمر، يمن شباب، الضالع.